صباح الخير، صباحكم نور أعزائنا ومتابعينا على صفحة نورسات جوردان. بنصبح عليكم أنا وأبونا جورج شرايحة في هذا الصباح المبارك للحديث عن قضايانا الكنسية، الاجتماعية، الثقافية، الروحانية، الإنسانية. واليوم أبونا اخترنا موضوع العقيدة الاجتماعية، يعني بدنا نحكي عن دور الكنيسة في الموضوع الاجتماعي. ومعنا ضيوف أيضا هذا الصباح، الأب نايف سمعان رئيس دير الأباء البوليسيين في حريصة من لبنان، واليوم طالعين عربيا دوليا الأب القاضي مودي هندلة كاهن رعية مارلياس بجبل الحسين. فدول رح يكونوا معنا اليوم ضيوف يتحدثوا عن العقيدة الاجتماعية في الكنيسة الكاثوليكية. يعني أبونا اللي بيسمع العنوان عقيدة اجتماعية في الكنيسة الكاثوليكية، هو يعني بمعنى أنه حضورنا الاجتماعي في الكنيسة الكاثوليكية. وماذا عن باقي الكنائس أبونا؟ هو لأنه حاليا يعقد في إيطاليا مؤتمر بهذا العنوان، نعم، العقيدة الاجتماعية بالكنيسة الكاثوليكية. فالبابا، نعم، وجه لهم قداسة الحبر الأعظم وجه رسالة، فهي حفزتنا للعنوان يعني. نعم، لكن أبونا الحضور الاجتماعي في كل الكنائس طبعا، حتى الكنائس الأرثوذكسية أيضا متوجهة إنها تدعم الحضور الاجتماعي في الكنائس عامة. وأيضا كمان إحنا كنورسات ندعو للمسكونية والوحدة الكنسية طبعا، فكل شأن كنسي بتهتم فيه الكنائس قاطبة، الأرثوذكسية، الكاثوليكية، حتى الكنائس الأقباط والكلدان، طبعا هدول كمان من العائلات الأرثوذكسية والكنائس الكاثوليكية. وأيضا حتى الكنائس أولت اهتمام كتير كبير بهذا الجانب، الكنائس الإنجيليين الجانب الاجتماعي، يعني أعطته أولوية على أي جانب آخر. لذلك كان في تشجيع كتير من الكنائس الإنجيلية إنها تستقطب ناس كتيرين وتدعوهم إلى العمل الاجتماعي. فنحن العمل الاجتماعي جزء هو عمل خير وعمل محبة، وهذا طبعا من اللي دعا له سيدنا يسوع المسيح لما خبرنا وقالنا إنه ننظر للآخر، محبة الآخر. كنت جائعا فأطعمتموني، كنت عطشانا فسقيتموني، السامر الرحيم. كتير في أمثلة بالكتاب المقدس دعا فيها سيدنا يسوع المسيح أنه نهتم بالآخر، ونهتم أيضا بالعمل الاجتماعي التطوعي الخدمي بمجتمعاتنا. نحن واحد في جسد المسيح، وكل قريب إلنا أخ، فالعمل الاجتماعي هو جزء مهم وأساسي في حياتنا الإيمانية أو مسيرة حياتنا الإيمانية. 100% صحيح. يعني لما بنحكي الكنيسة الأرثوذكسية هي ناشطة في حقل الطب والتعليم أكثر شيء، يعني المراكز، نعم، التعليمية، نعم، لدى الكنيسة الأرثوذكسية في عمان والأردن كلها عموما غنية يعني بالعمل الاجتماعي، خصوصا مركز لوقا، نعم، الطبي اللي بالسوافية، نعم، يعني المراكز كثير. وزي ما تفضلتي طبعا كل الكنائس، بس احنا حطينا الكاثوليكية عشان انه في كتاب خاص، نعم، موجه بهذا العنوان في رسائل بابوية، وفي كمان المخطط الرعوي السينودس الأبرش كمان الكنائس الكاثوليكية واللي اشتقت منها موضوع العقيدة الاجتماعية. فالمخطط الرعوي جاء في الفصل برضو، كمان عم نحكي في الفصل 14 بيحكي عن الحضور المسيحي. حكينا عن الحضور المسيحي في المجال الثقافي، الاجتماعي، السياسي. مظبوط، نعم، دكتورة، بس عملتوه كمان أنتوا أكيد استقيتوا من الرسائل البابوية. طبعا، من وين جبنا، بس عملنا في فصل كامل الحضور أو العقيدة الاجتماعية في الكنيسة، في الحياة الاجتماعية، في مجال الثقافة والسياسة، وأخذنا منه كمان جزء لما حكينا عن العمل السياسي كمان. نعم، حضور. فاليوم نتحدث عن العقيدة الاجتماعية في الكنيسة، والأباء اللي ضيوف رح يكونوا معنا كمان للحديث عن هذا الموضوع. فمنرحب بكل ضيوفنا، ومنرحب كل من ضم إلنا على صفحتنا على فيسبوك، ومنقول للي
صبحوا علينا أول ناس، أم يوسف الهواري يسعد صباحكم، أمل السلمان صباح النور، أمل السلمان صباح الأيام الميلادية، أنا أبشركم بفرح عظيم. نعم هو فرح عظيم. صقر عود حجازين صباحكم نور، وأيضا كل اللي رح ينضمونا حديثا. أبونا متى بدأت الكنيسة؟ يعني إذا بدنا نحكي تاريخ، متى بدأت الكنيسة تعي أهمية الحضور المسيحي في المجتمع وعملتها حتى عقيدة؟ لما بنقول كلمة عقيدة ممكن تفسر لنا للمؤمنين ما هي المعنى؟ نعم. العقيدة نعم. بداية منذ المجمع الفاتيكاني الثاني من نهاية الستينات من القرن الماضي، نعم، اهتمت الكنيسة ووجه البابوات العديد من الرسائل في تلك الحقبة بعد المجمع الفاتيكاني الثاني، الذي خص هذا الموضوع أيضا في باب كامل في مجمع الفاتيكاني الثاني، الكتاب الموجود بين إيدينا بجميع اللغات اليوم. نعم. متوفر. ومن ثم أصبح زي ما تحكي دكتورة، زي يعني عرف سائد، أن البابا بكل فترة بيوجه رسالة مقسمة حسب المواضيع اللي بيختارها البابا. وآخر رسالة في هذا المجال كانت مع البابا القديس يوحنا بولس الثاني بال2004 قبل وفاته بسنة. نعم. وجه أنه الكنيسة والمجامع أنهم يختصوا في كتيب مترجم لعدة لغات يكون يحوي يعني كيف تعليم الكنيسة الكتاب، لا هذا كتاب خاص بالشأن الاجتماعي، ويتطرق زي ما تفضلتيه بالسينودوس أنه للزوايا الاجتماعية اللي بيعيشها، اللي هي عندنا إحنا الأمثلة الرئيسية العهد القديم العهد الجديد وتعليم الآباء. من هنا استقوا هم العقيدة باللغة العربية، هي ما شد الربط، العقدة. عقدة. يعني هي الإشي اللي بنحكي اللي بنشد فيه، يعني هي الرابط، العقيدة هي الرابط الأساسي، يعني بمعنى بالعامية يعني التعليم تبعنا. نعم. الدستور. نعم. الكتاب اللي بدنا يمشي عليه المؤمن المسيحي في مجتمعه، المؤمن الملتزم. نعم. في كنيسته بده يشوف وين الصح وين الغلط، بده توجيهات بده تعليم. إذا احنا بنحكي العهد القديم بنشوف من الصراع ما بين الخير والشر اللي قام فيه بين الأخوة الاثنين. نعم. هابيل وقابيل أولاد آدم. نعم. ومن ثم بنشوف مع إبراهيم كيف الله أعطاه الموعد يكثر نسله ويعطيه للسلطة. نعم. السلطة أصبحت اجتماعية لأنه قال له مكثر بعدد الرمل أولادك وبصير لك اليوم بالمجتمعات الشرقية الكثرة الأولاد هي العزوة، يعني هيك لما يقول له لإبراهيم يعني أنا سبورت عم بعطيك بدفعك ليكون. نعم. لك حضور أنت مش إنسان غريب جاي، لأنه هو طلع من العراق، قال له اترك بيتك وأهلك أذهب إلى الأرض التي أعدها لك، أذهب. نعم. إلى القدس فلسطين. فهو متلكك يعني، هو رايح حرام، هو يعني عنده ابنه بالضبط. نعم. وما كانش أول يخلفه، يعني قصته قصة. فقال له أنت ما تحكي لهم أنا سندك. ننتقل لموسى اللي حط أول قانون دستور اللي هن الوصايا العشرة. نعم. اللي بينت الحرام من الحلال زي ما بيحكوا التعبير الشعبي. نعم. ومن ثم بنشوف في أنبياء زي عماوس اللي بيسموه الأخلاقية الاجتماعية، مؤسس الأخلاقية الاجتماعية قبل كل القوانين والدساتير المدنية التي أتت. نعم. فيما بعد بنظن لما نيجي ليسوع بنشوفه يعني بالنسبة لليهود، يا ستينوس المؤرخ اللي ما صار مسيحي، هو ظل يهودي وحكى عن شخص يسوع تاريخ، يعني مش لاهوت، حكى انه في شخص اجا وهيك وبعدين بعد عمل وحكى وحقق قوانين مؤرخة. اليوم لما بيشوف يسوع المسيح هو اكثر من اتى الى هذا المجتمع اليهودي يطالب بحقوق الفقراء الضعفاء المهمشين، نقل الذبيحة اللي كانت عندهم إلى رحمة. نعم. من القانون الناموس تبعهم أعطاء، قال ما جئت لأنقض الناموس بل أتيت وأتمم. نعم. يعني يعطيه هذه الصبغة المسيحية، فأتى بكل حنان طبق العدل والمساواة. نعم. كذلك يوحنا المعمدان أيضا كان. نعم. يصرخ فيهم يقول لهم لا تبعين الجبات الضرائب. نعم. يقول لهم إياكم أن تستوفوا أكثر من أجركم للجنود، كان يوصيهم، يعني كان ثائرا اجتماعيا في المجتمع وصوت صارخ بالبرية. يوحنا المعمدان يعني لما بينحكى اسمه كانوا بالمجتمع يخافوا الملوك يهتزوا من كلمة يوحنا المعمدان. وشفنا المؤامرة اللي حكت ضده لقطع رأسه، ومن هاي قد ما كانت الملكة يعني كثير مزعجها يوحنا المعمدان لأنه كان يحكي الحقيقة وما يساوم.
ونشوف فيما بعد أباء الكنيسة المؤسسين سواء الكنيسة الغربية أو الكنيسة الشرقية أيضا وضعوا دستور لحياتنا الاجتماعية ينظم قائم على العدل والمساواة. وأهم نقطة دكتورتنا الفكرة أنه العقيدة الاجتماعية في الكنيسة إجمالا وكل تعليم الكنيسة هو قيم ومبادئ وليس أنظمة نعطيها للسياسيين نقول لهم إحنا الرؤية المسيحية للدولة هكذا، لا احنا ما نتدخل بهذا الشأن المباشر. لكن الكنيسة دائما مع كل البابوات هذا السمة العامة، يعني العامل المشترك اللي لاحظته أنا من مطالعتي هاليومين بهالموضوع أنه السمة المشتركة أن الكنيسة دائما تقدم أخلاقيات لاهوتية ولا تقدم أنظمة للسياسيين كي يمشوا، يعني ما بتتدخل لهذه الدرجة. وبنعرف إحنا عانت المجتمعات الأوروبية كثير من تدخل الكنيسة بالضبط. فبعد فصل السلطة السياسية عن السلطة الدينية أصبحت الكنيسة أم روحية تعطي أخلاقيات، تعطي تعاليم حلوة بالضبط، زي لما الواحد الصبح بنته بدها تطلع من البيت يوصيها شو تلبس شو تحكي شو منت، هيك في حنية مع أولادنا. هي الكنيسة أم بالنهاية. وإحنا أبناء بالكنيسة سواء كنا إكليروس أو كنا علمانيين، في النهاية هاي المنظومة الاجتماعية لما تصير تحكي لنا عن العدل والمساواة، عن حقوق العمال خصوصا في ظل الجائحة اليوم اللي في كثير من العمال اللي هم كانوا بيشتغلوا بالمياومة ما فيش عقود تثبت، فما بده يوقفوا ما بده يأخذ معاشهم، خصوصا الأجهزة الرياضية اليوم في صوت بيطالب المراكز الرياضية تعود لعملها. وهي يعني أنا مش عارف، هي طبعا دكتورة هي بتساعد أيضا لأنها من الناحية المناعة، يعني بتقوي مناعة الإنسان كمان، يعني مش كله بدنا نحكي له خلينا شوية ما يزهقوا منا. الحيد على هدول، هاي شكلك متابع لأنك مسكرين الجيم لإلك كمان أنت لنبارك بتروح الرياضة. زمان ما رحنا جيم. نعم نعم، بس هلا قريبا أبونا رح يحلوا هاي الإشكاليات ورجعوا يفتحوا، بس طبعا الحرص على السلام العام للي بيلعبوا للي بيرتادوا هاي الجيمات. هنما يعني أنا ما بدي أفصل أقول إنه الجيمات الموجودة في الأماكن الغربية والأماكن الشعبية لآخره في يعني تفاوت بموضوع انه الحفاظ على النظافه والحفاظ على الصحه والاستعمال المطهرات، لانه في بعض المناطق ما بيقدروا يضلهم يستعملوا هالكمامات وهالسانيتايزرز هذول المعقمات الاخره، ما بيقدروا مش يوفروها على بالجمات لانه لازم توفيرها بشكل منتظم، وايضا مسح الاجهزه بعد كل استعمال حدا يستعمل الجهاز، فما بيقدروهم انهم يلتزموا فسكروا كل الجمات. ففي بعض الجمات بقول لك احنا ملتزمين واحنا محافظين ومخلين حدا يضل وراه ويتابع والى اخره وهيك، لكن ما بنقدر نفصل نحن الجم المناطق الشرقيه والجم هاي، قال لك سكر كل الجمال. لا زي ما تفضلتي لانه في تكلفه ماديه لهي المواد طبعا، وللموظفين ولل يعني في مولات بوقفوا موظفين خاصين لهالشغل هاي يعني لما التعقيم. يكون بالضبط اشتراكه لما يكون بدفع 10 دنانير بجم ما بيقدر يامن، لما يكون واحد بدفع 100 دينار بالشهر. نعم. يعني في تفاوت كمان بالضبط هذا بيبي بس عملوا الحكومة ما عندها هذا الشيء، عندها ما بتقدرش تقول انه تميز طبعا. تميز تقول الجمات في المناطق الغربية مفتوحة والجمات في المناطق الشرقية، يعني بصفي انه هني داخلين في عدم المساواة في العدالة الاجتماعية، يعني طبعا ظلم لانه هذول الجمات المفتوحة بالمناطق الشرقية لها كمان اجارات، لها موظفين عم بيشتغلوا فيها بدها تشتغل علشان تطلع لهم مصروفهم الشهري او بغض النظر، لكن الجمات المناطق الغربية بيكون يعني وضعهم شوي أيسر، ففيهم إنه ما يشتغلوا وما يسكروا بالزبط. بس المناطق الشرقية إذا ما اشتغلوا بيسكروا، ففي فرق يعني. فالحكومة يعني أوقات أحيانا بعض القرارات بتضيع بين ما إنها تفصل وبين ما إنها تميز وبين ما إنها إنه عدالة على الجميع، سكر كله. فهاي هذا المنطلق، يعني أنا مش دفاعا عن الحكومة، أنا بس حطيت حالي محل الحكومة إنه كيف عم بتفكر. فكل إنسان لو بيحط حاله محل الشخص الثاني إنه ليش أعطى قرار مثل هذا الشيء، وليش ليش إنه هذا الظلم اللي وقع علينا، وهذا يعني حط حالك مكان الشخص الآخر وشوف من أي زاوية فكر بهذا الموضوع، راح تلاقي الحل والجواب. إنه كان دائما بقول
القرار الأنسب في ذلك الوقت. بالضبط. The right decision at that moment. يعني ممكن هلا القرار بس هذا كان القرار المناسب في ذلك الوقت. أنا كتير بستعملها أبونا هذه الجملة. في أشياء كتير أوقات بناخد فيها قرارات خاطئة بعدين منقول إنه كان قرار خاطئ، بس كان بقول إنه كان القرار الأنسب في ذلك الوقت أو في هذيك الفترة أو في هذيك المناسبة. إنه كان هذا القرار الأنسب 100%. يعني ممكن مش الأصح لكن الأنسب. 100%. فالإنسان ما يندم يقول أوف لو إني عملت، لو إني سويت، لو إني كذا، يا الله ليش هيك صار، كيف هيك ما فكرتش. أنت فكرت هذا الحكي بعد فترة من القرار اللي اتخذته، بس هو القرار اللي اتخذته كان هو أفضل قرار بذلك الوقت. فكتير إنه بقولي the right decision at that moment، يعني حكيتها بالإنجليزي كمان لأنه يعني أوقات كتير بناخد إحنا عبر وهذا أمثلة معلبة بالضبط جاهزة يعني. لكن تفسيرها فعلا أبونا، فما الإنسان يندم على شيء أخذ قرار فيه وبعدين يقول يا الله ويأكل بقلبه، لا يعني يعتبر إنه هذا القرار اللي كان بالزبط. أنسب زي الحكومة أخذت هاي القرارات لأنها كانت الأنسب في ذلك الوقت. بقولك عملوا له حجر قبل لما قبل 6-7 أشهر الحجر وأسبوعين وهيك، هلا بتطلع على المنظور بقول لك كل القرارات اللي كانت غلط. لا ما كانت غلط، كانت حماية لإلنا على الوباء. إحنا صرنا مبارح 5000، احنا كنا نعد بالاسبوع يعني حالتين وثلاث وعشرة وعشرين وايام ما في حالات لكن هلا عم نعد 5000. طب اقول لك اوف كل اللي عملته ما كانش صح. هلا انت عم تطلع وبتطلع لورا يا مواطن وعم بتلوم هالحكومه. الحكومه اخذت قرارات بهداك الوقت كانت هاي القرارات الانسب. نسكر نحجر حالنا نقدر قد ما نقدر نساعد قرارات الحكومه اعترفت، قالت في بعض القرارات اللي اخذناها كانت خاطئه لكن كانت القرار الانسب في هذاك الوقت. بالضبط. هي يعني حتى الحكومه دكتوره بتستخدم نفس الشيء، بتحكي حسب المنحنى الوبائي. يعني بسال اليوم الصبح مسؤول بالتربيه عن موضوع عوده المدارس انه هل ستتم، بيحكوا حسب نسبة الإصابات المنحنى الوبائي في مطلع شهر اثنين. هناك يعني هناك ما بنقدر هلا نقول إنه بدنا نفتح ولا بدنا. طب بدي أحكي لك المجتمع شو بيحكي. طبعا إحنا دائما نحب نضرب التاني. طبعا أول إشي بقولوا لك آها بدهم إيانا ندفع الفصل التاني علشان يلموا منا. لا ما هو سنوي الدفع مش فصلي. دفعنا وخلصنا. فصل تاني بدفعه يا أبونا على بعض المدارس. هذا بعض أقوال المواطنين. وفي ناس مواطنين شو بيحكي أقولك إنه عشان كمان يعطوا أمل، يعني عدة احتمالات بيطلعوها الناس على موضوع المدارس. هم مداومين أوريدي يعني الأساتذة والمعلمات في مدارسهم هلا مداومين بيعلموا أونلاين مش من البيت. سيابونا في بعض الأمهات شفناهم أونلاين، بديش أحكي بدي أقولهم على هذا الصباح الله يكون في عونكم يعطيكم ألف 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 عافية. متعب جدا خاصة للمرأة العاملة يعني اللي بينها شغلها وبالبيت بدها تدرس، يعني الله يعطيكم العافية لأنه هذا كان مجهود للأم أكتر. ويعطي العافية للأبهات اللي كمان ماخدين هذه المهمات، بس أنا بعتقد إنه الأغلبية للأمهات. يعني الأمهات تحملت كتير في هاي السنة على أساس إنها تواكب تعليم أولادها ما يضيع عليهم شيء. فعلا الله يعطيكم العافية لكل الأمهات، لكل المجاهدين والمجاهدات زي ما بقولوا، ولأنه عن جد بحس جهاد يعني. طبعا جهاد. وأيضا كمان أنا ما بنكر دور المعلمين والمعلمات في هذا الشأن، كمان هن يعطيهم العافية لأنه فعلا يعني صعب، مش متعودين على هذا النمط من التعليم عن بعد، متعودين ومتعلمين في أكاديميات التدريب المعلمين أنهم يكونوا مباشرة مع الطلاب يعني. فهذا الشيء تجربة جديدة بالنسبة لهم، فيعطيهم ألف ألف عافية. نحن اليوم ما كناش نحكي بموضوع المعلمين بس كلياتها بتجيب بعض.
بس هي يعني يبقى تفهم. جهاد يبقى نعم. جهاد وإن شاء الله ما يتحول لاستشهاد خلينا على الجهاد إن شاء الله يا أبونا. أنا حكيت كتير في هذا الموضوع لكن أنت بالعكس بتفوت بعض معك تكمل الموضوع العقيدة الاجتماعية وحكينا نعم. كلمة عقيدة ما معناها نعم. اللي هي توقفها الكنيسة إنه إحنا درسناه وهيك وعملناها عقيدة فهذه العقيدة غير قابلة للحلال الحلال بالزبط. إنها خلص أسس ثابتة تقوم عليها تعليم الكنيسة بالضبط. كمان نتساءل اليوم ما هي القضايا التي تطرحها هذه هذا التعليم الكنيسي أو العقيدة الاجتماعية للكنيسة نعم. إيش هن المجالات اللي أنا بنحكي اجتماعي بخطر عبال الواحد زياراتنا لبعضنا علاقاتنا الشخصية هاي نظرة سطحية. هلا النظرة بالعمق للموضوع الاجتماعي عودة لعلم الاجتماع نعم. هي مش بس العلاقات اللي هي العلاقات اللي بتنظم الناس مع بعضها البعض حسب تعريف علم الإدارة للعلاقات الاجتماعية أو المصطلح الاجتماعي إيش هو يعني لا بل تتجاوز إلى كل النشاطات التي تنتج عن هذه العلاقات من بينها العمل الوظيفي الإعلام الصحافة يعني النشاطات اللي يهدف فيها الإنسان لتحقيق ذاته نعم. وتقديم المنفعة المادية عشان يكون في مستوى يقدر يأمن لأولاده خبزهم وأكلهم ومتطلباتهم. هاي كثير وسائل القداس البابا فرانسيس بيركز على العدالة هاي إنه يقدر الإنسان بالدولة المواطن بالعدالة الاجتماعية أن يتوفر له الأقلها نعم. يعني اللي يقدر ينتقل من مكان لمكان ويعني وفر الأكل والتعليم والصحة هي الأولويات الأساسية. وأكثر من هيك بيركزوا على موضوع دكتور مهم جدا يعني الادخار نعم. كمان لازم أن يكون في هامش من المبلغ اللي بتقضاه يقدر يحطه للإميرجنسي للحالات اللي قد يحصل عنده أي ظرف يحتاج أنه يستدين نعم. قديش بدولنا العربية بمنطقة الشرق الأوسط إجمالا قديش الحروب ضيعت العقائد الاجتماعية اللي بينها وبين بعض قديش أذتها نعم. يعني بطلت الدول قادرة على تأمين هاي اللي بيأمنوها بالدول الأوروبية أو الدول الغربية عموما بسبب الاستقرار الأمني والوظيفي عندهم وبسبب الحروب والويلات اللي منذ يعني خلينا نقول القرن العشرين من بدايته لنهايته ما في فترة 10 سنين ما وقعت بالشرق الأوسط إلا الحرب تنتقل نعم. من فلسطين للبنان من لبنان لسوريا من بعدين الأتراك والمنطقة كلياتها إسرائيل ونفوذها في المنطقة إيران وعلاقاتها الإقليمية في الوسط العربي وتجذرها خصوصا في لبنان وسوريا. يعني هذا الموضوع الإقليمي السياسي انعكس على دور الكنيسة. من هنا قداسة البابا بيركز على هذه الدول ويعني البابا الوحيد أعتقد اللي صار يعني بتعليمه كله بالعربي حط خوري بناطق باللغة العربية بالضبط. وأكثر من مرة يحكي مرحبا صباح الخير نعم. يحييهم باللغة العربية إن بيحكي هاي الشعوب أكثر شعوب بتها اهتمام. والبابا الفخري البابا بندكتوس هو قائل أيضا لا نريد أن يصبح الشرق الأوسط والدول العربية متحف نعم. للمسيحيين نيجي نقول هنا عاش المسيحيين قبل آلاف السنين نعم. من هنا بيجي دور الجمعيات الكاثوليكية اللي متجذرة في بلادنا اللي بتدعم الوجود المسيحي وخصوصا مع اللاجئين. وشفنا المؤسسة الكاثوليكية يعني أذرع الكنيسة الكاثوليكية في المنطقة. وأيضا لما بنحكي هيك بنحكي الدور الكبير اللي عملته باقي الكنائس أيضا الكنائس الأرثوذكسية الكنائس البروتستانتية الكل. هذا التعاضد الاجتماعي هو من أهم المحاور الأساسية في العقيدة الاجتماعية لكنيستنا واللي بيطالب فيهم البابا. الفئة المهمشة من أطفال من العنف اللي يمارس ضد الأولاد وضد النساء خصوصا في منطقة الشرق الأوسط يعني هذا الإيذاء أو هذا العنف هو دول العالم يمارس من الطرفين يعني زوجات بعنف الأزواج ولا بس لكن بلاد العربية الأكثر النسبة الأعلى لمجتمعاتنا القبلية هو العنف ضد المرأة وضد الأطفال بالضبط. يعني ما زال في مجتمعنا يعني بعدنا بنشوف ممارسات يعني سلطة الأب وسلطة الزوج والهاي تمارس
مجتمع ذكوري بالضبط. يعني بالضبط مجتمع ذكوري احنا يا ابونا، يعني بعدنا بنشوف مرة يعني بتضرب ابنها والمشكلة بيسجلوا على وسائل التواصل، يعني انه غلط الولد بتضربه كفة. ذيك اليوم وصلني فيديو انه بتسأل ام ابنها عن الاسرة من من تتكون، فما حكى الام من الاب والاخوة، قالت له والام وين، وهذاك الكف على وجهه. يعني هذا تنمر، هذا إيذاء. يعني التنمر انه انت ما متقوم، لا هنا إيذاء، يعني التنمر سبق ومن ثم إيذاء. فكيف الكنيسة اليوم وخصوصا الكهنة بعظاتهم الإعلامية مثل حضرتك، النخبة الثقافية قديش بوجهوا الخطاب اليوم نحو السلام الاجتماعي في ظل هذا التباعد الجسدي، في ظل أنه اليوم كبار السن مش عم نقوم بواجبنا تجاههم بالطريقة اللائقة زي زمان، مش عم نقدر نحضن أولادنا بالطريقة اللي نعبر فيها عن حنيتنا. يعني هذه السنة يعني تبدلت فيها كل المفاهيم الاجتماعية اللي العقيدة الكنسية بتركز عليها، فيعني صار في صراع بالناس، كيف بدي أعبر أنا، كيف بدي أزور أهلي وبنفس الوقت أنا بطلع بشوف ناس بتعامل مع ناس بخاف عليهم، بخاف على كبار السن، بخاف. إذن في العقيدة هنا ما هي القضايا، سألت قبل قليل القضايا الرئيسية التي تناقش هي هاي القضايا، نعم، العدالة، المساواة، الأجور، العلاقات الاجتماعية الأسرية، كيف تستطيع الكنيسة أن تكون حاضرة. اليوم صعب نزور أولاد رعيتنا اللي كنا بداية كل سنة في عيد الغطاس بدنا نلف على البيوت بدنا نصلي ونرشها بالمية والهيكة، اليوم أعتقد ما نقدر نعمل هيكة. نعم. ممكن المياه المعلبة واللي محطوطة في مغلف معقم تنعطى لهم بعد الصلاة عليها، ويكون هو يعني في وسائل كثيرة راح نشوفها اليوم ما كانت بالسابق. نعم. يعني هذا الوباء عمل تحول وتغيير كبير، ولكن بنفس الوقت أبرز قضايا اجتماعية ما كنا قبل منتبهين إلها، وخصوصا دور الإعلام الكنسي في الكنائس. يعني زمان اللي كانوا يعتبروا الإعلام هو رفاهية للشعوب، اليوم أصبح حاجة ملحة. يعني الكنيسة اللي بآخر منطقة جغرافية في العالم قاعدة بتبث أونلاين، وقاعدين العالم كل شيء بتوثق. زمان كانوا الناس يخبوا تتيجي بنشرة الأخبار الشغلة بتشوفيها بعد يومين، اليوم بلحظتها الحادث بيصير قدامنا بيكون كل العالم وصل. فهذا شيء إيجابي أيضا، يعني من نشوف الناحية الإيجابية لجميع هذه المستجدات والمتغيرات اللي عم تحصل بسبب هذا الوضع، وإن شاء الله يكون إنه المطعوم ينهي هذا اللقاح، يعني إنه نرجع شوي لطبيعتنا وشوي نتواصل مع بعض ونطلع الرحلات مع بعض وننزل نمارس تقوياتنا وحياتنا الرعوية على الملأ بدون ما نحدد قد الشخص وبدون ما هذا الانغلاق، وخصوصا بأجواء الميلاد. يعني نعم نعم أبونا، خاصة إحنا بأجواء الميلاد الآن كتير نفتقد إلى أي الأجواء الحلوة اللي منعيشها هون في بلدنا بالأردن، وطبعا بيمارسوا كل العالم، لكن إحنا هون كمان أجواء جدا رائعة نتيجة الوئام والعيش المشترك اللي إحنا منمارسه، والأردن كمان هي يعني نموذج في هذا النموذج في الوئام والعيش المشترك، إنه زين الأشجار بكل مدينة، منضوي شجرة. إن كان احتفالاتنا السنة الماضية كانت بالمغطس، بالمفرق، بزرقة، بإربد، بمالبة، بالفحيص، أكبر شجرة، وبتسابقوا يعني إنه مثلا أكبر شجرة تضاء في سماء هذا البلد اللي منحبه، بلد الأردن، البلد الأخوي، البلد الدافئ، البلد الحنون على كل شخص، حتى على المهمشين والمظلومين والنازحين والمهجرين. يعني كان هالبلد الدافئ اللي احتضن كل هاي الفئات، فكيف بالأولى بيحتضن أولاده، يعني أولاد بلده. ففعلا نفتقد، لكن أبونا من نضل عنا أمل نحن مع هالفاكسين هالمطعوم اللي عم بينتشر هلأ، وطلعت نتائج مبارح بقول لك المطعوم مبشرة، إنه في المبارح صار في مطاعيم عم تنعطى في دول برا أمريكا ودول العالم الثاني، واحدة منها بتقول لك 15,000 مطعوم تم إعطائه مبارح، وكان اللي انصابوا بكوفيد قال لا احنا بنقول 15,000 مطعوم اعطي لا سالمين،
يعني ما عندهم أمراض. 11 منهم أصيبوا في كورونا طبعا خفيف. 11 من 15,000 يعني لا يعني شيء. نسبة بقول لك إنه نجاحه 94.1%. هذا المطعوم إنه بيعطيك حماية من الفيروس كورونا. صراح يصير أساسي أبونا عند السفر تنعطى إنك أنت أخذت شهادة. نعم. نعم هذا اللقاح ما رح تسافر لأي بلد إلا إنك أنت ماخد مطعوم الكورونا. وبعتقد في بعض البلدان اللي بده يسافر مثلا على دول أفريقيا أو ببعض البلدان لازم تكون ماخد مطعوم مطاعيم مثل السل أو الأبولا أو نعم صحيح. يعني كنت أتابع الموضوع مع الأخوة اللي كانوا يجوا عندنا على كنايسنا بدهم يطلعوا لأمريكا بالمستشفى الخالدي لازم يكونوا ماخدين المطاعيم هاي المطاعيم كلياتها. حتى كمان اللي بدهم يهاجروا ببلاد تانية بتلاقيهم شهادة مطاعيم وهن صغار شو اللي أخدوه واللي ما أخدوه برجعوا بياخدوه يعني كمان. فموضوع المطاعيم هذا موضوع وارد يعني وإحنا منعيشه أطفالنا من أول ما تخلق في عندها سلسلة مطاعيم طبعا. فرح يكون هذا المطعوم مطعوم ضد الكوفيد كورونا زيه زي بقية هاي المطاعيم والمفهوم واحد يعني المطعوم اللي هو تعطيك المناعة بالزبط. ضد هذا المرض أحسن لا تنصب فيه زي مطعوم الإنفلونزا. في ناس يقول لك أنا أخذته وأنا ما أخذته لكن إحنا منفضل كبار العمر اللي فوق 50 و60 سنة ياخدوه احترازيا يعني ما لا ما بضرش. على فكرة إنه اليوم على البي بي سي بسمع إنه النسبة ال 94% هاي اللي من فئة تحت 60 اللي فوق 60 أعمارهم حقق مع العينة اللي أخذوها 100%. 100% نعم. يعني للكبار لسه زي ما تفضلتي إنه يعني لازم. لازم يتأخذ. بده يطلع ويجي ويروح. فمات يعني ما تتبعوا التقارير الكاذبة اللي بتحكي عن المطعوم إنه غير فعال وإلى آخره. بدل بالجينات وبعمل تشوهات. لا هذا كلياته دعايات وعم وسم بتحكموا فيك وبتصرفاتك وهذا مايكروسوفت حاطيته وقصص يعني, يعني أفلام كابوي. يعني ما طبعا شركات أدوية أبونا عم تتنافس كيف بدها تضرب دعاية. كيف بدها تضرب الشركات هاي بدها تفشل هذا المشروع. طبعا علماء كبار حطوا كل همهم إنهم يطلعوا هذا الفاكسين فما بعتقد إنه هذا الفاكسين رح يكون إساءة للبشرية علشان مصالح حكام ودول عظمى. طب إذا قتلوا هذا الشعب يعني عمين يصير رؤسة على قول غوار بالمسرحية مسرحية غرب بقول لك إذا كلكم زعماء طب وين الشعب. فنطلع فاصل يا ريمون إيش قصتنا اليوم. فبنطلع فاصل قبل ما نعمل اتصالنا مع أبونا نايف سمعان للحديث بقية ففاصل ونواصل. عدنا إليكم أعزائنا ومتابعينا على صفحة نور سات في برنامج صباحكم نور. والآن معنا ضيف نرحب بالأب نايف سمعان رئيس دير الأباء البوليسيين في حريصة من لبنان. لبنان الحبيبة صباح الخير. صباح الخير. صباح النور. صباحك نور أبونا. أبونا جورج الحبيب يسعد صباحكم. الله يسعدك. كيفك أنت اليوم؟ كل عام أنت بخير. نشكر الرب. إن شاء الله الأعياد المقبلة تمر علينا بخير وعلى هالأوطان المتألمة بالسلام والصحة لجميع المؤمنين يا رب. إن شاء الله يا أبونا. إن شاء الله. كيف طمنا كيف عندكم الأجواء في لبنان؟ بعد خاصة مع كورونا مع الانفجارات اللي صارت مؤخرا كانوا عندهم حظر رجعوا اليوم يمكن. نعم كان عندكم حظر كمان أسبوعين فكيف الوضع الآن؟ خلصنا الحجر بس ما خلصنا المشكلة. يعني الحجر مش معناته أنه انتهاء المشكلة. المشكلة هي موجودة. نعم. وموجودة دائما والله يسامح اللي افتعلوها يعني الله يسامحهم لأنه دمروا العالم وخربوا الدنيا وموتوا ناس للأسف. نعم. وللأسف يعني هذا شر الإنسان اليوم. ربما نحن عايشين بعالم الظلمي ولكن رجاءنا كبير أنه حضور الله ونور الرب بشاع دائما على جميع القلوب ولا بد لهذا الظلام إلى أن ينجلي ويشرق نور المسيح من جديد على القلوب والأمور تمشي كما يجب أن تكون. بس في ألم كتير كبير بنفوس العالم
خصوصا نحن بمنطقتنا الشرقية بتعرفوا عندنا عوايد شرقية حلوة. نعم. ما بقي في عنا غيرها لأنه نقصنا كل شيء ما عدا العلاقة الاجتماعية يلي منعونا أنه نمارسها بسبب وباء كورونا. نعم. صرنا بطلنا نقدر نروح نسلم على أهلنا وعلى أخوتنا يلي موجودين بالطابق الفوقاني أو الطابق اللي تحت منا. سكرنا كنايسنا، بطلنا نعرف نصلي، منعونا نلتقي بربنا، ولكن ربنا موجود وين مكان بنقدر نلتقي فيه. ما بعرف شو الغاية من هالوباء يلي زرعوه بهالكون. في غايات كتير، بس أنا هذا مش موضوع حديثي، يصطفلوا منه لربهم وهني أدرى، والله يحمي الجميع ويحميكم. الأردن الأرض المقدسة يلي وطأتها قدمي يسوع المسيح والعذراء مريم كل القديسين، إن شاء الله ربنا بيكون من هالأرض الطيبة ينبعث نور الخلاص ونور المسيح من جديد لحتى يعم السلام وتنتشر العدالة وتحل الكرامة لكل إنسان. أمين يا رب. يا أبونا نايف، نحن منضم صوتنا لصوتك بهذا الدعاء، تربنا يرحمنا برحمته، وأكيد قادر أنه في النهاية يزيل هذه الغمامة بغض النظر عن مين افتعلها، لكن هو ربنا أكيد عم بينظر ويعلم كل ما يدور على هذه البسيطة على الأرض، رح يحاسب كل إنسان على أفعاله. فنحن رجاءنا بربنا كتير كبير، ومنضلنا زي ما تعليم المسيح يعطينا إنه ثقتنا فيه كبيرة، فثقوا فقد غلبتوا العالم. فأبونا نايف، نحن كتير سعداء اليوم إنه تكون معانا في هذا البرنامج، برنامج صباحكم نور، للحديث عن العقيدة الاجتماعية في الكنيسة الكاثوليكية. أحيانا بقول لك شو دخل الكنيسة في الأمور، ما احنا فصلنا الكنيسة عن الدولة، وخلي الكنيسة بس في الصلوات وتبعد عن الأمور الاجتماعية الأخرى ما إلها دخل. فكيف ترى الآن أنت كأبونا نايف رئيس دير الأباء البوليسيين، كيف ترى تدخل، أو ما بدنا نقول تدخل، دور الكنيسة في الحياة الاجتماعية من حيث أنها كيف تنظمها يعني أو تحط وعملتها عقيدة، فكيف أنت ترى هذا الدور؟ لابد من أنه الكنيسة دكتورة باسمة وأبونا جورج، الكنيسة هي ليست غايبة عن المجتمع، هي من ضمن المجتمع. نعم. والكنيسة ليست بناء، الكنيسة هي بشر، هي إنسان، والإنسان عنده حقوقه، والكان كانت كنيسة يعني كان من ضمن الكنيسة، من ضمن السلك الكنسي، أو كان إنسان ألماني. كلياتنا بموقعنا نمثل كنيسة كبيرة أو صغيرة بحسب إيماننا وبحسب انتمائنا للرب يسوع، كل واحد بانتمائه. كلياتنا سواء منشكل هالقيمة الإنسانية يلي الرب وجدها وعم تخلع شوي شوي من المجتمع بسبب ظلم معين، والكنيسة لا يجوز أن تصمت بهذا المجال، لأنه هي تتألم أيضا لأنها شخص اعتباري يرأسها إنسان، والمرؤوسين فيها هم بشر، كلهم سوا مخلوقين على صورة الله، وفي عندهم حقوق، في عندهم كرامة، في عندهم عدالة. مفروض الكنيسة وحتى الدولة تعطي لكل إنسان حقه وكرامته. الشيء هيدا يلي بيميز الإنسان المخلوق لأنه على صورة الله، بيمتاز أنه في عنده حقوق وكرامة مفروض أنه ينال بحياته على هالأرض، وما حدا بيحق له يسلب إياه. نعم أبونا، احنا كثير اليوم سعداء، وبتطل علينا من هالواحة الإيمانية، يعني دير الآباء البوليسيين في حويصة المكان الأجمل اللي قضينا فيه أحلى سنوات الدراسة. انت ابن الدير أبونا جورج، انت ابن الدير أبونا جورج. طبعا نفتخر ونعتز يا أبونا بهذه الكنيسة اللي فعلا هي متحف، مش كنيسة، هي متحف ومزار في آن معان،
ويعني قديش خلية نحل دائما العالم فيها، فكيف هلا مع هاي الظروف؟ أعتقد إنه حسيته كمان إنه الحركة شوية بالكنيسة خفت، صحيح؟ خفت، شيء طبيعي أبونا، شيء طبيعي بسبب المرض. حياة الإنسان غالية عليه كتير، وغالية علينا كمان نحن. إذا في صلاة بدها تعمل مشكلة، بدها تعمل أزمة صحية للناس، لا، ربنا عقله كبير وبيعرف إنه منقدر نصلي له وين ما كان. نسكر بيوتنا ومنقعد بزوايا بيوتنا ومنصلي، ربنا بيسمعنا. منحول بيوتنا لكنائس أبونا جورج. نعم صحيح. لأنه ربما هيدي كمان يمكن إيجابية، إنه إذا ربطنا بهالبيوت يمكن حتى نقدر نحول بيوتنا لكنائس صغيرة، وهيدا أفانتاج لإلنا. تحولت الكنيسة الكبيرة هالبازيليك عنا لبيوت صغيرة، تحولت لكنائس صغيرة. وأنا بموقعي كخور رعية عم باخد مناولي تقريبا أسبوعيا بين منطقة درعون وحريصة وبزمار وهالمنطقة اللي أنا مسؤول عنها، امتدادنا إلى منطقة جوني وأدمى وغزير، هالمنطقة اللي كنت مسؤول عنها أنا من سنتين قبل ما أطلع على حريصة. بعدني على تواصل، وين ما فوت ومعي المناولي معي جسد الرب، منصلي 5 دقائق أحيانا 10 دقائق قبل ما نعطي المناولي. ربما هذا كمان هاللي كانوا يجوا على الكنيسة اللي عند يسوع، صار يسوع يزورهم ببيوتهم، ونحن بحاجة إنه الرب يزورنا ببيوتنا، بس علينا أن نفتح بيوتنا لاستقبال الرب. يمكن هيدي صفة، نحن منحب نصلي بالكنيسة طبعا لأنه الكنيسة هي بيت الله، ومكان يلي بلتقوا فيه المؤمنين الأصدقاء الأخوة مع بعضهم البعض. في ألم بعدم لقائنا أكيد، ولكن في فرح ولو كان مبطن أو صغير بتحويل هالبيت إلى كنيسة صغيرة بيلتقي فيها العيلة مع الرب يسوع من العذراء مريم. آمين آمين أبونا، كثير إحنا فرحانين بهالإطلالة اليوم لحضرتك أبونا، وصلي لنا وصلي للأردن كلها ويعم السلام بكل بلاد، بسوريا وبلبنان بالأردن فلسطين بكل بلادنا. وهذا هاي موضوع صلاتنا يا حبيبي يا أبونا، كثير شكرا. أنا أخذنا من وقت حضرتك يعني. الأردن هي أرض القداسي يا أبونا جورج. الله يسعدك يا أبونا. الأردن هي أرض القداسي. نحن كمان نتمنى يا أبونا في هذا الزمن الانتظار، زمن المجيء، واللي في نهاية هذا الزمن اللي مننتظر فيه الطفل يسوع عشان يولد في مغارة بيت لحم، في مغارة قلوبنا. نحن من أول السنة ونحن في حالة انتظار لهالفاكسين كمان، لهالمطعوم لكورونا، عشان ربنا يخلصنا من هالوباء. فموضوع الانتظار يعني هلا الإنسان واعي عليه أكتر وأكتر، خاصة إنه فترة طويلة ونحن ننتظر، فنربط هذا الانتظار ونقدمه في ألمنا في هذا الانتظار، من حظر، من ظروف اقتصادية، من ظروف حياتية غير متوقعة، روتيننا انكسر، حياتنا كلياتها تغيرت، المدارس تغيرت، الأمهات الأباء نظامهم روتينهم كمان تغير، فكليات هذا الألم نضعه مع يسوع المسيح، مع انتظار مريم العذراء، مع انتظار يوسف البار في مغارة بيت لحم، ونقدمه لسيد المسيح. تربنا يفرجها علينا يا رب. آمين آمين. إن شاء الله. أنا بتمنى كمان ميلاد الرب يسوع يكون هو ميلاد في قلوبنا قبل ما يكون ميلاد بالمغارة وبالطرقات وبالزينة. نعم. نحن هون بلبنان نفتقر بهالسنة هيدي للزينة الحلوة اللي كانت تتزين بالشوارع. كنت بدي أسألك عن دائماً معروفة بزينتكم، مميزة. ممكن أكيد مميزة جداً، بس ربما هالسنة ربنا طلب منا من خلال كورونا أن نزين قلوبنا، لأن قلوبنا بحاجة لزينة أكثر. في عنا قلوب كتير مليانة حقد وبغض لبعض البعض، حتى بضمن العيلة للأسف أنا بتألم كتير بس فوت على عيلة ولاقي رجال متخانق هو وابنه ما بفوت على بيته. بركي هالميلاد السنة الرب بيدخل على قلوب هالأشخاص اللي في قلبهم شوية بغض أو حقد لبعض الناس، إنه ينتزع منهم هالحقد ويزرع بقلبهم السلام. نعم. لحتى تكون الولادة طبيعية وحقيقية 100%.
أمين يا رب يا أبونا. أمين يا أبونا. يعني شكرا لك. إحنا شكرا منشكرك على وقتك اللي عطيتنا إياه هذا الصباح، لكن طبعا طمعانين في إطلالات أخرى كمان الحديث على مواضيع أخرى، ف يعني ما تبخل علينا. الله كريم وأنا معكم، نحن معكم والله يخلينا النور ساتي ضل نوره يشع يا رب لكل العالم لحتى يقتدوا بالرب يسوع والرب يملأ قلوبنا نور ومحبة لحتى نعيش بسلام. آمين بكرامة. شكرا يا أبونا. صباحك نور يا أبونا. صباحك نور. ميرسي أبونا جورج. شكرا دكتورة. شكرا أهلين. شكرا الله معك. باي باي. باي باي. شكرا باي. جدا رائع أبونا نايف لما حكى أنه الميلاد أنه زينة نزين قلوبنا. فعلا يعني هاي السنة ممكن الزينة تختلف في بيوتنا بطرقاتنا بشوارعنا من البزرات اللي دايما منغطيها إضاءات الشجرة مثل ما ذكرنا، لكن السنة هاي ممكن السنوات الماضية كنا ننسى نزين قلوبنا، فنترك المظاهر هي اللي تحكم أكتر أو تكون أكتر مبينة واضحة، لكن السنة هاي كمان نزين قلوبنا فعلا أبونا، لأنه البيت اختلف حتى كمان في فترة الجائحة. يعني طلعت بتلاقيها الصلبان وطلعت هالصور القديسين وصور مريم العذراء ونحطت في البيوت وطلعت الشمع وصارت الناس تضوي شمع لأن مش قادرة توصل على الكنيسة فحولت بيوتها لكنيسة. فهذه هي زينة الميلاد. زينة الميلاد لما أنا أشعر أنه أحول بيتي لكنيسة، أحول بيتي لمغارة الميلاد كله، مش مغارة واحدة وكل السنة أحولها لمغارة ميلاد. فعلا هون بتطرح البركة وهون النعمة، أني أنا صامدة، أنا مستمرة في الحياة، أي الحياة اللي أعطانا إياها الرب، نعمة الحياة، ما نيأس، ما نحبط، ما نعيش في هال يعني ننساق وراء الدفع هذا مثل النهر. أنا اعتبرت هذه الموجة بكل أبونا مخلفاتها معطياتها ومخلفاتها اللي منيحة واللي مش منيحة كمان. نعم صحيح. غسلت كل هذا الإنسان، جردته من كل المعاني اللي كان حاططها ورجعته للأصول إنه شو هو الأهم في الحياة. فحسيت هيك مثل النهر الجارف وجرف كل إشي تيكبه في المكان اللي يستحق. نعم هي في النهاية دكتورة زينتنا الفضائل، زينتنا بأمانتنا وصدقنا. نعم. شفافيتنا، طيبة القلب إنه الواحد اللي بيفكر فيه يحكي. اليوم صارت في مجتمعنا صعب جداً، بزعل الناس للناحية الاجتماعية، الشخص اللي بيكون بهالشفافية مع الناس شوي بيبعدوا عنه، وبنشوف كيف الظروف الاقتصادية كيف تنعكس على حياتنا الاجتماعية، وكيف الواحد مدام الشغل تاعه والبزنس وكل شيء أموره ماشي قديش اجتماعيا بيكون علاقاته أوسع وبيكون الناس كلها ملتفة حواليه، وقديش لما بيصير عنده هزة مالية ولا هزة اقتصادية قديش بيبعدوا الناس اجتماعيا. فعلا أبونا للأسف الشديد يعني هذه الزينة اللي احنا بنشوفها اليوم خلت من الأماكن العامة إذا جاز التعبير. اليوم نحن أحوج إلها بقلوبنا، نتزين في صبرنا، نتزين في طول أناتنا. يسوع بكل وصايا بيوصينا لا تدينوا كي لا تدانوا. ما يعني بتفوت بيوت عالم خصوصا احنا الكهنة وبتشوف عالم، بتشوف مشاكل زوجية، بتشوف صراعات على الميراث، بتشوف قديش الانسان دي يكون امين انه هاي الاشياء كمان اللي سمعها بيوت العالم تضلها في بيوت العالم، ما ياخذها معه ويطلعها، هاي امانة. وحتى بالعلاقات الاجتماعية مع بعضنا البعض قديش في أماني لأسرار الناس، قديش في إذا جاز التعبير قدس أقداس النفس لما يجي شخص يشاركك في إشي عائلي، فهذا إشي إلك أنت مخصوص تسمعه، مش إنه إشي يشارك في العالم. مش كل شيء يعني لا يفشى إلا مثلا إحنا نقول إنه لما يكون سر اعتراف وبأخذ الحلة والأركان الأساسية للرتبة، هاي إنه على قطع رأس وممنوع. يعني لو بده يموت ما يعني حتى لو اعترف عنده بجريمة قتل وفي بريء بده ينحكم، هو أنت ما بتقدر تفشي سر
الاعتراف عند القاضي وتقول له أنا بعرف إنه هذا القاتل، ما بتقدر تحكم. ولكن على صعيد العلاقات الاجتماعية كمان في أشياء أسرار نحفظها بقيمتنا الاجتماعية، في قيم اجتماعية جوهرية الكنيسة اليوم بتبثها اللي بنحكي فيها هذه الفضائل، الفضائل اللي في كثير منا ما بتكون عنده بحكم جيناته، بحكم علاقاته مع بحكم تربيته، في أشياء كثير بتنقصنا لأنه الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله. ولكن الإنسان اللي بفحص ضميره بعرف وين النقص اللي عنده، بس الإنسان اللي ما عنده وقت يفحص ضميره فيه بيظل دائما يعبي خطايا خطايا وما ينتبه، لأنه ما بيحكي خطايا، لأنه ما بيعترف، لأنه ما بيسترشد، لأنه ما بفحص ضميره. هنا مع الوقت مع السنوات بتحول لشخص نوعا ما أناني، نوعا ما بشرس في أحكامه. يعني كثير بنعطي أحكام مسبقة لأن هذا متكبر بتعرف، لا بس هيك شكله من مشيته من نظرته. طب هو في إيش بيكون بفكر؟ هو سرحان، هو يعني بتقيم إنسانية وشخصانية كائن الله خلقه بهالدنيا بهالحياة، جاي أنت في موقف معين بدك تقيم. ودائما إحنا بنهتم دكتورة بالخواتم، يعني شخص بيكون سنوات من العمل، سنوات من العلاقات الاجتماعية الطيبة، سنوات لما بيغلط، طب احنا بنطلع على الغلطة اللي غلطها وننسى كل الأشياء المنيحة، بنهتم بالخواتم. يعني شخص بيكون سيء كل معاملته معنا، بيجي بفترة ما هيك بيعمل علاقة منيحة ما خلص بننسى كل هذا الطيب. يعني هاي طيبة القلب جميلة، ولكن أن تكون على أن ننسى خطايا بعضنا البعض ونعطي فرصة اجتماعية زي ما بتحكي حضرتك دائما، إنه هذا التباعد هو جسدي وليس تباعد اجتماعي. يعني عم نحاول حتى بالأنشطة الكنسية، يعني فكرة بازار رحمة أونلاين كمان، يعني هاي خلتنا الناس كمان اللي عندها منتجاتها اللي تعبت تقول السنة هاي وين بدي أروح فيهم، كيف بدي أسوقهم في ظل هاي الجائحة، فعم تبتكروا وسائل جديدة. هاي بتساعد على التناغم الاجتماعي وأن تكون عقيدة اجتماعية راسخة متماسكة، مثل ربطة كلنا متعاضدين مع بعضنا متكافلين. يعني احنا لما بنحكي عن ناحية الدينية مثل ما تفضلتي حضرتك قبل قليل عن التعايش الديني، انه احنا عندنا مفاهيم مختلفة، ثقافات مختلفة، عادات دينية، ممارسات تقوية وعبادة مختلفة بين الإسلام بين المسيحية بين المسيحية والطوائف المتعددة بين الأفكار اللاهوتية، اللي حتى بنكون احنا كنا ولدنا بكنيسة مثلا أرثوذكسية وهيك بيطلع الولد بروح بروتستانت، الولد الثاني كاثوليك. يعني اليوم اصبح في انفتاح ثقافي حضاري، اليوم الواحد المكان اللي بيرتاح فيه زي ما حكى ابونا نايف قبل شوي بيصلي فيه. يعني بطلت القيود التقليدية القديمة الراديكالية بطلت موجود اليوم معنا، صار في حرية لأولادنا أكثر. أنا حاب أعمد ابني بالكنيسة، يا عمي أنت مش ماروني شو موديك أنت، في قانون بحكي أنه يا عمي أنا هون بدي أصلي، أنا هاي بجنب بيتي بدي أصلي في هذه الكنيسة إن شاء الله حطي فيها شو أنا هاي الكنيسة بدي أصلي فيها. فهذا التنوع والتعدد بالتنوع غنى في النهاية، هو بيعطينا. بدناش نطول على أبونا مودي، شو حضر الاتصال معه ولا نعم كيف؟ هلا بنحضر الاتصال. فعلا أبونا أنت اللي حكيته جميل، إنه الإنسان يختار المكان اللي بيرتاح فيه للصلاة وهيك، لكن نحن كمان ما بدنا إنه نغيب موضوع النظام. يعني أنت تنتمي إلى كنيسة معينة، تنتمي إلى جماعة معينة، إن كان لاتين، كاثوليك، أرثوذكس، إنجيلي، قبطي، كلداني، أي عملية تنظيم أنك أنت انتمائك لهذه الكنائس قانوني، يعني قانوني، لأنك في واجبات وفي كمان حقوق بالضبط بدك تأخذها من هذه الكنائس، فانتمائك إليك هي حقوق تحفظ لإلك من هذه الكنائس بالضبط. إن كان في الزواج، في العماد، في الميراث، الميراث من المحاكم الكنسية، فأنت إليك حقوق في هذه الكنائس لما أنت تنتمي لإلها. فهذا رأيي بموضوع أنه أصلي، لكن في بعض الأشخاص بقول لك أنه أنا كاثوليك مثلا، عندي أقرب كنيسة لإلي لاتين جنبي، وبدي أطلع وين بدي أروح، فيش عندي كنيسة كاثوليك كذا وهيك، بدي أصلي باللاتين، خلص أبونا أنا مرتاح أنه عم بصلي بالزبط. بكنيسة قريبة من بيتي، المهم الصلاة بالضبط. يعني
أنا بعتبر إنه أهم إشي إنك تصلي. بالضبط. هذا هو يعني. بعدين انتماءك محفوظ. وانتماءك محفوظ طبعاً للكنيسة. بدناش يقولوا هلأ إنه عم نشجع إنه التنقل. لا كل واحد انتماءك محفوظ. أنا عشان أرثوذكسي وصرت كاهن كاثوليك. بروج. لا. لكن الإنسان زي ما أين يجد قلبه وراحته في ال. في الكنيسة أو في الصلاة أو في نفسه أين ترتاح. نعم. فمعنا أبونا القاضي مودي هنديلي كاهن راية مار الياس جبل حسين، وهو صديق يعني صديق صدوق من نورسات. نحن منرحب فيك يا أبونا وشاكرين حضورك معنا. صباحك نور. صباحك نور أبونا. صباح النور والخير والبركة، وشكرا للاستضافة بهالزمن المجيء زمن الميلاد. فصباح نعم. ميلادي مبارك مليء بالنعم والبركات. صباح النور. آمين يا رب. آمين. شكرا لإطلالتك معنا يا أبونا اليوم في هذا الصباح، فنحن شاكرين إليك وشاكرين إنه هلأ أنت خلصت صلاتك مثل ما فهمت و نعم. كان عندك قداس الرهبات. نعم. إن شاء الله يا رب كل عام أنت بخير يا أبو الله في هذا الزمن زمن المجيء. أبونا نحن اخترنا اليوم موضوع اللي هو العقيدة الاجتماعية في الكنيسة الكاثوليكية، ونحن حاولنا أنه هيك نبسط الموضوع أكثر بموضوع العقيدة الاجتماعية، أنه تعليم الكنيسة في المواضيع أو الحقل الاجتماعي. فماذا في جعبتك لتخبرنا عن هذا الموضوع؟ بداية الموضوع بكل بساطة، في الجانب التاريخي وفي الجانب العقائدي. اليوم حلو أنه نتحدث عن الجانب التطبيقي الرعوي. الكنيسة اليوم بدها توجه رسالة لكل مؤمن مسيحي، بدها تذكرهم بأنه دعوة السيد المسيح للمحبة. المحبة لا تجف ولا تصنع ولا تشترى، والمحبة مجانية. ومع مين؟ مع محبة القريب واحترام شخصية الآخرين وخدمته. فتعليم الكنيسة الاجتماعي اليوم بذكرنا، وخاصة باقتراب عيد الميلاد، زيارة المرضى، إطعام هالجياع، تقديم مساعدة للإنسان. وفي عبارة جميلة، إسعاد اليائسين. وأيضا بزمن هالكورونا نترك القسوة الإنسانية ونتجه نحو رحمة الله اللا متناهية. فاليوم تعليم الكنيسة واضح، حتى يعني نمتلك قلب حنون لا يخجل ولا يجرح ولا يلوم ولا يوبخ. نمتلك هالقلوب اللي بتصنع الخير. فبكل فترة من الفترات نشوف الكنيسة تعيد النظر بالصياغة التطبيقية للتعليم الكنيسة الاجتماعية، حتى ما يكون الإنسان قاسي في تعامله، حتى ما يكون الإنسان يعتبر شخص الآخر شيء مش إنسان. فاليوم هذا البعد اللي عم تطلبه منا الكنيسة على لسان قداسة البابا وعلى لسان الأساقفة والكهنة. نعم. أبونا حضرتك ناشط اجتماعي، يعني اعتدنا وخصوصا في زمن الميلاد حفلة البابا نويل بيكونوا بالمئات الأشخاص عندك على المدرج السنة الماضية لما حضرناها، توزيع المواد والنشاط الضخم المكثف في هاي الفترة. ما بعرف مع الجائحة رح تستطيعوا تعملوا إشي للأطفال؟ رح تكون الكنيسة كالمعتاد ولا كيف رح تعملوا؟ أبونا يعني هالسنة وزي كل سنة في آية جميلة للنبي أشعيا يقول: ها أنا ذا يا رب إني مستعد أرسلني. أمين. يعني بالعكس الكنيسة اليوم تبرز في وقت التحدي. يعني قوة وعظمة الكنيسة وقوة الإيمان المسيحي وقت تجارب ومحن يسوع المسيح. بالعكس يعني في قلب كورونا نستطيع إنه نستمر بهذا العمل ولكن بعدد قليل، يعني مش بالمئات. نستطيع إنه نوزع، نستطيع أن نعطي فرح، ونستطيع أن نكون رسالة للكنيسة الشاهدة للمسيح، ونستطيع أن نعلن بشارته الخلاصية لجميع الناس.
بكل بساطة، يعني لأنه اليوم بالميلاد أجمل رسالة هي أنه نوصل حقيقة الإنجيل ونحول حركة القلب نحو الله. فكما يقول يسوع: كما أرسلني أبي أرسلكم أنا أيضا، اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها. آمين يا أبونا، كلام جميل يعني ومعزي يعني في ظل التوترات اللي عم بنعيشها. أبونا يعني مشاغلك ما بين المحكمة الكنسية وما بين رعيتك وما بين نشاط اليوم، أعطيتنا من وقتك يعني هالقد، النور ساف عزيزي عليك. أكيد أبونا، ونشكر كمان يعني كمان الإعلام ونور سات إلها دور تعليمي وإلها دور تربوي بتقديم هالرسالة، تقديم يعني اليوم الإصغاء محور وقلب رسالة نور سات، الإصغاء كيف نقدم المحبة لكل شخص محروم من الحب. عم بسمعكم كثير أشخاص بيعانوا من الوحدة، كيف الاستماع للنفوس المتعبة في زمن ندر أبونا إنه نجد من يسمعنا. فاليوم نطلب من هالرب إنه نكون نمتلك هالقلب اللي يرحم المحتاج. نطلب من الرب إنه يعاملنا ونعامل الجميع بكل لطف. نمتلك ونصلي ونطلب من الرب نمتلك لسان طيب، كلمات تشجيع. هذا هو تسلم يا أبونا، البلاد تسلم. وهذا هو لما بحكي لنا الرب اصنع الرحمة والمحبة ونكون صورة المسيح وشهود لها. أبتي ودكتورة باسمة، أبونا نحن بدنا ندخل على مجالك اللي هو بالمحكمة الكنسية وأنت نعم. قاضي فيها. نعم. هل وجدت أنه في اختلاف للخطاب الإشكالي اللي عم بيصير بين العائلات؟ يعني طبعا المحكمة الكنسية أكيد معظم القضايا إن ما كانت إرث وميراث أو قضايا خلافات أسرية وزوجية، فهل دخل الوضع الحالي الاقتصادي في المشاكل أو الخلافات الزوجية اللي عم تيجي عندكم في المحكمة؟ صدقا دكتورة سؤال جيد. بخبرتي بالمحكمة نعم. وعن خبرة الأباء بالمحاكم الأخرى، صدقا القضية اللي بتوصلنا جدا نزعل نشوف عيلة بدها تفترق أو عيلة بتنهار، شيء مؤلم. نعم. لأنه أنا شخصيا ككاهن متزوج دائما فرحة البيت المسيحي بالأب والأم والأولاد. نعم. فالمحكمة هي مش هالمكان اللي بدها تنصف الأب أو تنصف الأم وتنصف حقوق الأطفال، فمنظر جدا مشهد مؤلم. فالكنيسة اليوم المحكمة الكنسية بتحاول قدر هالإمكان ترمم هالجرح، ترمم هذا صدق. الخلل نعم. هلأ صدقا في عائلات بالرغم من الأمور المالية والضيقات ولكن بيعيشوا ببساطة وقداسة، وأيضا هناك عائلات لربما غنية وتمتلك مال ولكن ينقصها الوقت وينقصها الافتقاد والتكلم. فخبرتنا بالمحكمة بقدر الإمكان بنطلب من الرب الإله أعطانا ضمير صالح نعيد هالجرح، نعيد شمل هالعيلة بمحبة ووئام. فالمحكمة هذا دورها أكثر إصلاحي وأكثر تربوي وروحي. والكل مرات بيشكي أنه أبونا طولته بالقضية، تحتاج سنتين وثلاث سنوات وأربع سنوات لغاية الإصلاح ولغاية ترميم الأمور، ولكن في النهاية مرات بتكون قضية العائلة مثل مرض سرطان، لابد أنه يكون في بتر أو لابد أنه يكون في جرح وألم. فهذا الدور الروحي الأعمق بغض النظر عن القوانين، ويسوع حكى أريد رحمة لا ذبيحة. آمين. نعم. يا رب. آمين. آمين يا نعم. أبونا فعلا أبونا يعني نحن موضوع الرحمة هذا هو موضوع أساس حياتنا الروحية،
نرحم الغير، نرحم الفقير، نرحم المهمش، نرحم اللي لا صوت له، نرحم اللي مش قادر يطالب بحقوق، نرحم الكنيسة هنا تقف معه وتقف مع الجماعة المؤمنة مع هذا الشخص، لأنه أكيد. يسوع المسيح في رسالته الأرضية اللي وصلنا إياها إنه كان جاي للمهمشين، للفقراء، للمنبوذين، اللي بحاجة أكثر للرحمة والفقراء. أكيد. فنحن إذا بدنا نتمثل بالسيد المسيح بدنا نتمثل فيه بكل المسيرة تبعته لما كان رحيم مع الجميع وقريب من الجميع. هاي الخطوة وهاي الإضاءة اللي بدها تضع الكنيسة عليها فلاش، مع خاصة بالتعليم الاجتماعي للكنيسة. نعم. توجه الأنظار اليوم لمين؟ للإنسان المهان في كرامته. نعم. في الإنسان المحروم من لقمة عيشه. صحيح. اليوم عم تطلب منا الكنيسة ما نتهاون في الدفاع عنه، وخاصة مع الأشخاص اليائسين. في أشخاص راودتهم تجربة تخاذل أو تشاؤم، أو أشخاص أصبحت حياتهم عبء. اليوم الكنيسة تقف بجانبهم حتى تمنع عنهم ماذا تمنع؟ كأس الألم. نعم. اليوم بنصلي لرعاة الكنيسة حتى يكونوا، والبابا دائما بوجه رسالة للرعاة، حتى يكونوا خراف حكماء ودعاء مثل المسيح الحمل والراعي الصالح، وحتى يكونوا للرعية قدوة. قدوة في شو؟ في الغيرة والقداسة. نعم. أمين يا أبونا. أمين. أبونا صباحك نور، وكل عام أنتم بخير. صباحكم إن شاء الله يا ربي بركة. هذا الزمن زمن مجيء يكون خير على الجميع، على رعيتك، على حياتك، عائلتك، وأيضا كمان بصلاتك معانا أنه نقدر نعمل التغيير، نعمل فرق بمجتمعاتنا، بجماعتنا المؤمنة، أنه تعيش فرح الميلاد هذه السنة كمان. شكرا لكم، وبختم بآية جميلة للقديس للنبي حزقيال اللي بيحكي: أعطيكم قلبا جديدا وأجعل روحا جديدة في داخلكم، وأنزع قلب الحجر من لحمكم، وأعطيكم قلب لحم وأجعل روحي في داخلكم. فرسالة تضامن ورسالة تشجيع في زمن الكورونا، وإن شاء الله المرحلة كل مر سيمر، وألف بركة ونعمة وشكرا. كل الهلا يا أبونا، كل الهلا، إطلالة صباحية. أبونا جورج، ومحبة كبيرة لهالرسالة العظيمة نورسات اللي عم بتكون بالفعل قريبة من الجميع وتشارك الهموم، وقريبة من الكنيسة. فربنا يبارككم في هذه الرسالة العظيمة، نشر كلمة الرب بطريقة جميلة وطريقة حضارية إعلامية. تسلم يا أمين يا رب. شكرا يا أبونا، الله يخليكم، كل عام وأنتم بخير. صباحكم نور. شكرا. يعني الرسالة الأخيرة من أبونا جدا مؤثرة. أشيل قلب الحجر وأضع فيه قلب من اللحمة، بشر. أوقات كتير الناس بتكون قلوبها يعني متحجرة، يعني مش بس حجر، يعني الحياة يعني خلت قساوة القلب مثل الحجر، ما بتلين. يا ما في أبونا عائلات أو أبهات أو أمهات، يعني إصرارهم على مواضيع معينة، عدم التنازل، عدم التغيير بهالعقلية أو بهالقلب، يكون في جزء من هالحنية. يا ما في عائلات أولاد بنات عانوا من قساوة بعض أفراد الأسرة ببعض التعنت والتصلب في الرأي. نعم. فالإنسان مش معصوم عن الغلط. ممكن أنا أعمل حكية موضوع أو كلمة أو جملة أو فكرة وكانت غلط. الإنسان مش معصوم عن الغلط، بس ربنا اللي معصوم عن الغلط. مطلوب منا نكون ما نغلط ونعمل أقل عدد من الأخطاء. نعم، يعني بالتعليم، بالثقافة، بالدراسة، بالفهم، بالإدراك، بالحكمة، نطلبها هذه ونصليها. وهي أنا بعتبرها أنه هذه كمان وزنات ربنا بيعطيها للإنسان. نعم.
لكن الإنسان مش معصوم على الخطأ، وانت حكيت بالبداية انه غلط واحد بينسى كل الكويس اللي انعمل. لا، نضلنا ننظر للإنسان، نحط حالنا محله وننظر للإنسان كإنسان بعيون رحمة، بعيون إنجيلية. كان الله يسهل عليه أبونا فرح الحجازين، أقرأ الكتاب مش بالنظارة هاي، بنظارات إنجيلية، يعني أحط النظارات الإنجيل، أحط كلام ربنا بأي كتاب عم بقراها، على أي فكرة عم بقراها، وأشوفها بعيون إنجيلية، إنه ماذا يسوع مثلا ممكن يعمل بهذا الموقف، أو ممكن يحكي بهذا الحادثة مثلا، أو أي موقف أكون فيه. أحيانا أنسى يسوع، أنسى الله، وأعتبر أنه فيش حدا عم بيشوفني، وهيك وبعمل براسي، وبعدين برجع. مظبوط، الإنسان أوقات يخطأ، بس الرجوع عن الخطأ هو اللي ربنا ويسوع أكد عليه، أنه إذا أخطأت مثل المرأة الزانية، أخطأت ورجعت غسلت بدموعها إجري ليسوع، وبعدين سامحها، يعني هالجرم الكبير، وبعدين صارت حبت تلميذة، حبت أكثر من ما أخطأت، حبت نعم كثيرا، وصارت قديسة بعدين. تخيل، يعني تخيل ياما قديسين بلشوا حياتهم في المعصية وعمل الشر، كثيرين. قديس بولس وقديس أغسطينوس، كثير من يعني القديسين، يعني في من القديسين كانوا في بداية حياتهم شرينية طبعاً. طبعاً، فالإنسان يعني قادر إنه يعيش القداسة ويتحول، بس ما ينتظر، يعني بدأ يعيش القداسة بس بعدين، لما قبل ما أموت بساعة، تعرف أنت يعني الواحد ضل يأجل ويأجل ويأجل، هذا عمل الشيطان، بقول لك أوكي أعمل خير بس أجله هلأ، اعمل خير مش وقته هلا، بعدين عيش حياتك هلا، تنعم، ربنا اعطاك هاي الحياه تنعم فيها، ومارس حياتك بكلها، وجرب كل إشي يا اخي، وهيك يعني ملحق للندامه، وملحق انك انت ترجع عن هاي الخطايا اللي عم تعمل فيها بتسويها. صحيح، اوقات بوسوس الشيطان طبعا، اكيد هاي افكار الشيطان طبعا، اكيد يعني هي، وفي ناس كمان بيحكي لك، بقول لك يا أخي يعني هالعشر وصايا أعمل تسعة والعشرة ما تعملها، ربنا بيحاسبك على التسع وصايا والعشرة بسامحك فيهم، أي الموضوع مش هيك الحسبة يعني. طبعا أكيد مش رياضي، خاصة لما بتكون الخطيئة يعني كبيرة مميتة، يعني مثلا أكرم أباك وأمك، مزعل أبو، احفظ ايام الاحد والاعياد، ما بروحش بصلي، يلا بس اكبر بالعمر ويصير اتقاعد وهيك بصير عندي وقت اروح اصلي، لا تكذب، لا تزني، لا تشهد بالزور، هاي الخطايا بقول لك اوف عملت انا التسعة، لا تزني خلص ربنا بسامحني فيها، لا تشهد بالزور خلص ربنا بسامحني، يا رب انا حلفت بالباطل وبندم بعدين بعترف، يعني في أمور أخرى كتيرة أبونا الناس بتحولها حسب مصلحتها. بس في خطايا مميتة يعني ما يعني صعب، يعني القتل مثلا، نعم، يعني هاي أصلا قوانين المدنية ما بتحميك، يعني لذلك قسمتهم الكنيسة الكاثوليكية، بتحكي أنه الخطايا العرضية العرضية والخطايا المميتة، بس هي دكتور لكن من وين؟ كلها موجودة بالوصايا العشرة، يعني انضمت كلها بالوصايا العشرة، لكن يعني أنا جبت هذا المثال أنه كتير بسمع أشخاص ببرروا عمل الخطأ، نعم، يا أخي للأسف حاسبني على التسع وصايا اللي عم بقوم فيهم، بصلي وماشي حالي مع أبوي وأمي وبعيش حياتي وبتصدق وبس، قتلت يعني مش راح تركها. بس هي القلب القاسي دكتورة كيف بنشأ؟ القلب القاسي بمرق بمراحل، بيكون طيب لأنه بالأصل هو طيب، خلق الله الإنسان وقال حسنا جدا وأجمل ما حسن، نعم، ويسوع دعانا لحياته بوفرة بفائض من النعم، بس كيف يتحول القلب القاسي؟ أول إشي بخاف من الآخر يخدعه فبيقسي قلبه شوية، تجارب سابقة حد أذى فبيعمم التجربة، إذا شخص سيء أذى مشاعره فبتحول قلبه لقاسي، من مع أي شخص ثاني مباشرة بيحاول يتقرب منه بيحط بلوك، ليش؟ لأنه مجروح من السابق وما بده يرجع يعيد نفس التجربة ويسقط بنفس، وهذه يعني هذا جبن، وهذا مش شجاعة، الشجاعة إني أنا أحاول أخشى.
البابا فرانسيس بيدعو العزابية، بنقولهم تشجعوا أن تهزموا الروح الكسل اللي عندكم، وأن تتقدموا، أن تكونوا شجعان تتقدموا نحو سر الزواج. نعم. لأنه عارف قداسة البابا أنه اليوم الشباب خايفين من الارتباط. نعم. الشباب والصبايا، خصوصا الصبايا اليوم تقولوا بعدني بالثلاثين أنا بدي أسافر، بدي أعمل مشروعي الخاص، بدي هلا على بعدين نتجوز. طب الأولاد يعني إذا على 40 خلفنا جبنا لنا خلف خلص ماشي الحال. في كثير توجه خصوصا مجتمعاتنا إحنا بلبنان الأردن فلسطين سوريا، يعني مش المجتمعات الغربية، مجتمعاتنا إحنا بالضبط، وحتى خايفين من هذا الالتزام، فقساوة القلب بتتحول نتيجة الخوف من الآخر. هي عدم الثقة ووجودي في بيئة غير آمنة. هلا من هنا منوجه أولادنا إنه ما تكون تطلعكم إنكم بدكم تصير، ولكن في البيئة المناسبة، إنه خليكم حوالي الكنيسة، خليكم في مؤسساتنا، خليكم جماعة واختلطوا مع الآخر واختلطوا مع الناس، ولكن هي الشجاعة الاقتراب ولكن بحكمة. نعم. الحكمة أنه لا أقسي قلبي ولا أنعزل عن المجتمع أنا عايش فيه، أنا بدي أختلط مع كل الناس. يعني هلأ مش كل المسيحيين اللي بنعرفهم ملتزمين بجماعاتهم وعندهم هذا الأخلاق اللي بنحكي فيها النساعة. نعم. يعني في ناس بالهوية مسجلين يعني، وأنا دائما بحكي مع كل الديانات لما بنلتقي بالمؤتمرات، لما بنكون في ندوات، لما كذا، بقول احنا ما بنعمم الشخص فرادته الانسان حسب انتماءاته، حسب عقائده، حسب شو مسجل بالهويه، شيعي ولا سني، كاثوليكي ولا ارثوذكسي ولا بروتستانتي. انا اذا بدك تقيمه على هيك، بكل الديانات في اشخاص طيبين واشخاص سيئين. نعم. يعني ما بقدر اقول انا المسيحيه كلهم الموجودين بالارض كلهم قديسين، اما في منهم هيك وفي منهم هيك، والدلائل المحاكم والسجون والهذا في كل القضايا هاي بعيشها كل المجتمعات، ولكن ان أحافظ على قلبي الطيب عشاني أنا مش عشان الناس. قديش أنا بعيش هذا الانسجام كل ما بعمل عمل خير بسيط. فلس الأرملي اللي حكت عنه يسوع قال لهم اطلع، هاي 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 دفعته، هذا إشي بسيط أنتوا شفتوا، لكن هي أعطت كل ما لديها بالضبط. نعم. فقديش أنا ما أيأس إنه في ناس بيعملوا حالهم فقراء، بيجوا بيشحدوا من الكنائس وبأخذهم ببيعوهم الأرواح. طب يا عمي ما أنت بتقدر تعمل علاقة معهم، بتزورهم في بيوم، بتقدم لهم مواد عينية مثلا، إذا ما بدك تعطي كاش مصاري ما بتعرف شو رح يعملوا فيه. يعني دائما في بديل بس ما تعمل البلوك، ما تذكر. أحيانا كثير في شخص بتكون شاك بهذا، بس قدم إشي بسيط بس ما تقطع. نعم. يعني خلي دائما في هيك قلب الرحمي انه الواحد يحس. واحيانا كثير بنعرف انه بكذب الشخص اللي قدامنا ومو هيك، وبستغل عاطفتنا وطيبه قلبنا وهيك، معليش بس ما تخليه يتمادى. يعني دائما اضل انا السيتنج كله متحكم في هذا الضبط، بالعربي بيحكوا ضبط الامور ضمن سياق اداري. نعم. ضمن سياق اجتماعي، العقد الاجتماعي هذا اللي هو يعني أكثر مثال دائما بنشوفه بلبنان. لبنان يعني قديش الكنيسة الواحدة بتلاقي قديش فيها ملي، بالكنائس الإنجيلية الإسلام غنى عندهم بعدة طوائف، في كمان لما بتطلع من الشيعة في دروز، في العلويين، في يعني قديش المسيحية اللي عندهم أكثر من قومية. يعني مثلا أنت بتحكي الأرمن، الأرمن في عندهم دولتهم، في عندهم قوميتهم، وهم مواطنين فاعلين في المجتمعات اللي يعني بلبنان أهم رواد الاقتصاد في سوريا ولبنان، خصوصا في حلب هم الأرمن. فيعني قديش هذا التنوع وهذا الغنى الاجتماعي في النهاية كلها، لما نحكي الكنيسة تحاول أن تعمل هذا الربط، العقد الاجتماعي مع بعضهم البعض، كما في عقد سياسي، كما في عقد اقتصادي منظمة تمسك هاي الأمور. ولكن نعود بنكرر بداية حديثنا دكتورتنا، إنه الكنيسة تركز على القيم الأخلاقية وليس على أنظمة. نقول إحنا مع النظام الرأسمالي، إحنا مع النظام الشيوعي، لا، الكنيسة هي بتعطيك أخلاقيات، بتعطيك الماتيريال اللي أنت تنشئ أنت في بنعطي البليدو زي ما بنعطيه مهام، هو يشكل فيها بس الخام تكون المادة تاعت مخافة ربنا. نعم. الصدق والأمان والمناخ الخصب الأرض الطيبة. نعم، حلو جميل ما تكلمت فيه أبونا، أنه نعطي هالبذار الصالحة وهو ينشئ الأرض اللي يزرع فيها هذا هاي البذار، ما نسيطر عليهم يعني ما. نعم. نخنقهم. نعم، ما نحدد أنه شو بدك تزرع، يعني ازرع اللي بدك إياه أنت حر، لكن تأخذ هالبذار وتكون بذرة صالحة عشان تنمو وتكبر وتصير شجرة، لكن مش تكون بذرة سيئة، لأنها ما رح تنمو شيء ولا رح تطلع شيء سوى سيء. فهالبذار الصالحة موجودة فينا، من أنه ربنا خلقنا ببذار صالحة، نزرعها في أرضية تكون صالحة من تعاليمنا، من
ثقافتنا، من محبتنا للآخرين، ونحترم هالعقائد الكنسية اللي وضعتها الكنيسة وأيضا نطبقها في حياتنا. العقائد موجودة وين ما كان بكل الديانات، نحترم النظام، نحترم القوانين، نحترم أي قوانين، مثلا قوانين الدفاع اللي عم تطلع عم تطبق على الجميع سواسية طبعا. يعني ما عم بتفرق. الكنيسة مثل ما تفضلت هي تشذب العمل الاجتماعي، بتقصقصه إذا فيه خلاف أو، لكن هي ما بت يعني أوكي هالبذرة وضعتها، لكن هالشجرة بدها بعد فترة تتشكل تجذيب، تقصقص من هون شوي، تقلم من هون شوي وهيك. وطبعا التقليم والهاي أحيانا بيكون بوجع لكن هذا هو عمل الكنيسة، لأنه هاي العقيدة ما بتقدر تغيرها. ما بتصير تحكي هذا الأسود صار أبيض أو سكني، الأبيض أبيض والأسود أسود. صحيح. هذا صحيح وهذا غير صحيح. الكنيسة بالوضع الحالي والوضع الوبائي اللي احنا فيه كتير تعرضت لكتير من الكلام والتوجيه السخط عليها، انها وينك انت، مش عم بتساعدي، مش عم بتعطينا، نحن وضعنا سيء، احنا كذا كذا. هي الكنيسة تساعد مظبوط روحيا، وانتوا عم تطلبوا فصل الأمور السياسية أو العملية عن الأمور الدينية والروحانية، وخليكم بالروحانية. وياما اتهمنا نحن بنورسات، يا جماعة الخير خليكم بالصلاة، أحسن لكم تتحدثوا بالسياسة ولا تتحدثوا بأمور أخرى. لكن الكنيسة تتدخل لما تنصف المظلوم، تنصف الفقير، تنصف العامل، تنصف، بتوقف الكنيسة وبتدافع عنه وبتطلع حقوقه من خلال علاقاتها، من خلال معرفتها بأشخاص بتكون مثلا عندها بالسلطة، انها توجه لهم خطاب تقولهم انه في الموضوع الفلاني نحن بحاجة. ليش احنا بنحطها لنواب مسيحية؟ عندنا في الكنيسة نوابنا المسيحيين في البرلمان، مجلس البرلمان. الكنيسة طبعا هي على تواصل مع هدول النواب في أي مشروع، أي أمر بحاجة إنه تحققه. مظبوط. الكنيسة هي لا تدخل في مجلس النواب، لكن من ضمن هاي الأشخاص اللي زرعت فيهم هالبذور الخير من الأخلاقيات الكنسية اللي علمتهم إياهم بمدارسهم أو بصلواتهم لما بيجوا على الكنائس بالوعظات الكهنة، علمتهم إنه كيف يكونوا رحماء مع الآخرين. نعم صحيح. فممكن بعملهم السياسي الاجتماعي العملي الاقتصادي يساعدوا. ففعلا نحن بنوجه لهم برضو بهذا الصباح التحية لكل نوابنا المحترمين، وإن شاء الله بنكون على تواصل دائم معهم من خلال الجماعة المؤمنة. فنواب الوطن هدول إحنا بنعتز فيهم جميعا، ونوابنا المسيحيين أيضا، وهن على تواصل دائم معنا من خلال كمان نشاطاتنا اللي عم بتواصلوا فيها أبونا. فهذا هو عمل الكنيسة الاجتماعي. ممكن ما تلاقي لك شغل، هي مش مؤسسة فيها توظيف، يعني التوظيف الوحيد اللي هو الكهنة، تعال صير كاهن، هي بتوصفك تعطيك حياتك، لكن هي مش شركة توظيف. المزبوط هي شركة وشراكة وشهادة، لكن منعيش الشركة مع بعض كجماعة مؤمنة. يعني الكنيسة هي الجماعة المؤمنة بالزبط. لكن هي مش شركة توظيف توظف، ولا شركة معونات تعطي مساعدات. يعني قدر المستطاع الناس اللي بتعطي الكنيسة من هالكنيسة بتعطي، لكن إذا ما حدا بيعطي هالكنيسة، من وين الكنيسة بدها ترجع تعطي؟ بالضبط. يعني خاصة في ظل الأزمة الحالية، يعني في كتير من الناس بطلت تعطي لأن وضعها الاقتصادي بطلت تقدر إنها تتبرع. فالكنيسة هي برضو كمان في شح في الموارد اللي بتقدر إنها تتصرف فيها. فما بقدر ألوم الكنائس. في كتير ناس بتيجي بتتوجه بتقول لك الكنيسة ما عملت لي إشي، رحت حكيت مع الخوري ما ساعدني، ما وظف لي ابني، ما 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 ما. الكنيسة مش الكنيسة ممكن تساعد تحكي مع حدا، بس هي الكنيسة مش مجبورة توظف ولا مجبورة تعمل هاي الأمور، هي روحانيات. نعم، وعت الكنيسة الكاثوليكية لهذا الخطر. من هنا الفاتيكان أسس المؤسسات اللي خلينا نقول علمانية من الجمعيات وهيك، عشان ما يكون احتكاك مباشر بين رجال الدين وبين الناس اللي بيدوروا على هاي الشغلات، لأنه يعني بصير خلافات كثيرة. فدائما فصل الإدارات عن مباشرة مع رجال الدين، يعني المؤسسات تكون علمانية
إنسانية وأشخاص بإشراف الكنيسة. نعم. الجمعيات المؤسسات الإعلامية الهيكة إنه ما يكون الكاهن أو الراهبة أو على شكل مباشر بالناحية المادية مع يعني مع الأشخاص. يعني أكثر تجربة ناجحة في هذا المضمار لاحظناها مؤخرا عملوها اللي هم الفرير. نعم. بطلوا يتدخلوا بالإدارات المباشرة. ونسأل شو السبب، بيحكوا أنه نقص الدعوات عندهم وهيك. نعم. ما في وقت أنهم يقضوهم بالإدارة وبالمكتب والطباعة والفاكسات وجمع الرسوم والكذا. نعم. فخلص من A to Z يعني بيسلموها من أولها لآخرها لمجلس أبدا علماني، وهم ما بتدخلوا إلا من الناحية الروحية. نعم. بقيموا التجهيزات للولاد للميلاد، بحفظوهم التراتيل، بعدوهم لأول مناولة لتثبيت، يعني كل الأمور الروحية المحضة في بالمجال. نعم. كل ما ابتعد الكاهن عن الأمور المادية، هلا عن السياسة عن الاجتماع عن الاقتصاد بده يكون أكيد حاضر بكل، بس المباشرة المصاري مع الناس يعني قديش يقدر بالضبط، خصوصا مع اللاجئين، خصوصا مع هذا يعني بيطلع في النهاية بسواد الوجه صعب يرضي كل الناس. صعب فعلا يا أبونا. فنحن جينا لنهاية حلقتنا اليوم من صباحكم نور، وأنا منتمنى إنكم أنتم استمتعتوا في هذه الحلقة مثل ما احنا استمتعنا كمان بالحديث عن هذا الموضوع. فمنضلنا نحن على تواصل معكم بأمور جدا يعني منعتبر إنها هي مهمة في لجماعتنا المؤمنة لكنايسنا، ونحن كرسالتنا الإعلامية منحاول قدر المستطاع أن نوصل هذه الرسالة وهذا الصوت لكل المتابعين اللي بيتابعوا نورسات كفضائية ونورسات الأردن كعنا هون في الأردن. فشكرا يا أبونا على هذا الموضوع، شكرا كتير لأبونا نايف سمعان الضيف اللي كان معنا رئيس دير الأباء البوليسيين في حريصة، والأب القادم مودي هنديلة كاهن رعية مارلياس في جبل الحسين على حضورهم معنا في هذا البرنامج. أبونا في النهاية نحن منودع متابعينا، منقولهم صباحكم نور، إن شاء الله منلتقي الأسبوع القادم وناخد البركة الختامية ونستودعكم السلامة. آمين يا رب. صلاة بسم الآب والابن والروح القدس إله الواحد آمين. يا إله العدل والسلام، يا من تجسد لفداء الإنسان، تواضعت وصرت في الجسد طفلة، شابهت الإنسان في كل شيء ما عدا الخطيئة، أتيت لتكون لنا الحياة أفضل حياة وافرة بالنعم، لم تطبق الناموس ذبيحة بل رحمة طبقته. نصلي لك يا ملك المجد أيها الإله العادل أن تصبغ شعبك في كل مكان بالدم الطاهر لتشفيه من أوجاعه وآلامه من كل وباء أو داء. تحنن علينا يا رب وأقم مملكتك من الآن وإلى الأبد. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس تصحبكم. آمين. آمين يا رب. شكرا أبونا. صباحكم نور المشاهدين ومتابعينا ولكل اللي علقوا على الصفحة، نتمنى لكم كل خير، محبتكم هذه هي كنزنا، فدائما كونوا بسلام، وإلى اللقاء في الأسبوع القادم من برنامج صباحكم نور. آمين. باي باي. تعبان بهمة عندك كلمة تريح قلبك، ترجع الدنيا بتضحك لك.